صاحب الطابور. اطفالي علاقتي معهم علاقه يعني مميزه، هي ما هي علاقه مديره واطفال او معلمه واطفال، اطفالي بينادوا لي ماما. كيفكم يا اطفال اليوم؟ الحمد لله. كيف صحتكم؟ الحمد لله. احنا سوا. واحد اثنين صفر. نتيجة انه انا مسبقا كنت معلمة، بعد موجات النزوح اللي شهدها الشمال السوري بعد الكوارث اللي حلت على الشمال، لقيت في عدد كبير من الاطفال تعرضوا لعدة صدمات كبيرة بحياتهم، من النزوح، فقدان ذويهم. الحمد لله. امبارح كوني يمكن انه انا ربيت بنت يتيمة، يمكن بحس قديش هذا الطفل بحاجة للحنان، بحس المركز جزء من حياتي، بحس هدول الاطفال هن بالفعل هن اطفالي. التطوع هو العطاء الغير محدود والعطاء الغير مشروط، هو إنك تعطي من القلب تماماً لحتى تلامس القلب، هو صدق صدق إنه عطاء، إنه تعطي بس مو لأنك مضطر ولا لأي غاية أخرى. أكثر شيء بحبه بعملي لما بشوف السعادة بعيون الناس، لما بشوف الفرح بعيون الناس. أكثر شيء بحس بالفرح لما بسمع طفل من أطفالي تحسنت قراءته أو هو صار أحسن بالحساب. اليوم أنت إذا بتنزل لعند هذا الطفل تعمل له نشاط دعم نفسي بسيط، بتجي بعد فترة إنه بيكون في عدد كبير تمروا على نفس المخيم بتلاقيهم هن عم ينادوا لك وبتسمين وعم يحيوك. هذا الشيء عن جد إنه تحس قد ايه أنت لامست قلوبهم، قد ايه تركت هاي البصمة الإيجابية عندهم. أحياناً كوني إنه مثلاً فتاة أو بنت عم تشتغل بهذا المجتمع قد تتعرض للانتقاد، قد تتعرض إلى محاولات إنه هي فتاة إنه هي عم تقود فريق أو هي مديرة مركز، أو بنفس الوقت في ناس يعني كتير بتدعمك ولو كان بالكلمة الطيبة. وعلى فكرة هذا الموضوع له كتير أثر كبير. كلياتنا لازم ندعم بعض، لازم ننسق مع بعض، لازم نكمل مع بعض. اليوم نجاحي ما بيعني ابدا فشل اي احد، انا بهدي نجاحي هاد، انا بهدي تعبي هاد لهذا الشمال اللي انا بنته.